الاولويات اللي خصنا نشتغلوا عليها يعني ويتم يعني الادراج ديالها في هذا البرمجه الخارطه هي تهيئه بعض الاحياء الناقصه بالتجهيز. وهنا بالاساس كنتكلم على حي الفتح وحي الطراديو، حيت السيد الرئيس يمكننا نهضروا على مناطق على تهيئ اشغال كبرى تهيئ المناطق الخضراء، ولكن راه ملي كيموت الميت ما كيبقاو كيفاش يديروا يخرجوه من حي الفتح. كاين واحد يعني واحد العدد من الاحياء كتعاني من تهميش حقيقي، يمكننا نستغلوا هذا الفائض هذا من اجل اننا نرفعوا غير من الوضعيه غير من نوعا ما انهم يعني يرجعوا محسوبين حتى هما علينا في المدار الحضاري. وشكرا.